أهلا بكم في نشرتنا الصباحية للملاحة والصيد البحري لهذا اليوم السبت 22 مارس 2014. هذا الصباح وكما تبين صور القمر الاصطناعي تميزت الأحوال الجوية بسحب كانت أحيانا كثيفة ومرفوقة بأمطار متفرقة على السواحل الشمالية الشرقية، وضباب محلي كان كثيف أيضا على السواحل الشمالية الغربية ومحليا على السواحل الشرقية. بالنسبة لتوقعات جوية صالحة لبقية هذا اليوم إن شاء الله، سحب عابرة بأغلب السواحل تكون أكثر كثافة بالشمال. بشمال تونس هذا اليوم رياح جنوبية غربية جنوبية شرقية بين 10 و15 عقدة، تتقوى آخر الظهيرة فتصبح بين 15 و20 مؤقتا 25 عقدة. البحر قليل الاضطراب فمضطرب. على شرق تونس هذا اليوم رياح جنوبية شرقية بين 10 و20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. وعلى خليج قابس تهب الريح هذا اليوم إن شاء الله شمالية شرقية جنوبية شرقية من 20 إلى 25 وتصل مؤقتا إلى 30 عقدة، البحر مضطرب والرؤية بين 3 و7 أميال. هذه الليلة يتواصل طقس متميز بسحب عابرة بأغلب السواحل. بالشمال رياح جنوبية شرقية جنوبية غربية بين 15 و25 تصل مؤقتا إلى 30 عقدة، يكون البحر مضطرب. على شرق تونس هذه الليلة تهب الريح إن شاء الله جنوبية شرقية من 10 إلى 20 عقدة، البحر قليل الاضطراب. وعلى خليج قابس تكون الريح جنوبية شرقية أيضا من 15 إلى 25 عقدة، البحر مضطرب والرؤية تنخفض من 7 أميال إلى 3. بالنسبة للتوقعات الجوية المنتظرة اليوم غد إن شاء الله بالسواحل الشمالية، تكون سحب عابرة أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة بشمال تونس. الرياح جنوبية غربية شمالية غربية من 25 إلى 35 تصل مؤقتا إلى 40 عقدة بشمال تونس، ومن القطاع الشرقي بين 15 و20 عقدة على خليج الحمامات. يكون البحر إذن شديد الاضطراب بشمال تونس وقليل الاضطراب فمضطرب. بالنسبة لخليج الحمامات الرؤية بين 3 و7 أميال. بالنسبة لمنطقتي الشابة وجربة، يوم غد على منطقة الشابة سحب أحيانا كثيفة مع أمطار متفرقة، رياح من القطاع الشرقي بين 15 و20 عقدة، البحر قليل الاضطراب فمضطرب. وعلى خليج قابس غدا إن شاء الله طقس قليل السحب، رياح من القطاع الشرقي بين 15 و20 عقدة، فيكون البحر قليل الاضطراب فمضطرب، الرؤية بين 3 و7 أميال. نمر الآن إلى حركتي المد وجزر. ميناء صفاقس متر و36 سنتيمتر على الساعة 6 مساء و59 دقيقة، 60 سنتيمتر على الساعة 1 صباحا و17 دقيقة. ميناء قابس متر و65 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و4 دقائق، 72 سنتيمتر على الساعة 2 صباحا و4 دقائق. ميناء جرجيس 77 سنتيمتر على الساعة 7 مساء و11 دقيقة، 38 سنتيمتر على الساعة 1 صباحا و21 دقيقة. للحصول على أكثر معلومات الرجاء الاتصال بالموزع الصوتي أو زيارة موقع الويب. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.